اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض ريش. الريش عند الجزار متنوعه، في منها الضاني، في منها الكندوز، في بيت الكلاوي، حاجات لطيفه كده، بس الريشه لها عنوان، لازم تطلع بالعظمه بتاعتها دي كده. اه طبعا دي ريشه كبيره شويه، يعني تقريبا نقول عليها شبه الفخده الضاني، بس دي كندوز للامانه يعني. يا حاج في ضاني، قال لي والله بيجي بعد الساعه 12 يا مغازي، انا عندي كندوز لسه جاي دلوقتي حالا، فانا عايز اعملها النهارده بطريقه جديده، طريقه المغازي. هنعملها النهارده مع الوايت صوص والبطاطس. انا شخصيا بعشق البطاطس مع الوايت صوص، بس خاصه لما تكون واخده طعم اللحمه وريش بقى معموله بتكنيك عالي قوي. معانا طبق صيام النهارده اخواننا المسيحيين، احنا متعودين ان احنا من بدايه الصيام بنعمل كل يوم طبق او اتنين صيامي، فجاي على بالي النهارده نعمل طبق خرشوف. الخرشوف طبعا اعتقد ان احنا داخلين على الموسم بتاعه، في الخرشوف الكعب وفي خرشوف القلب. انا عامل النهارده خرشوف بزيت الزيتون، لطيف وجميل، طاجن هيعجبكم ان شاء الله، وهو هيلسي وصيامي ولطيف وزي الفل. والخرشوف اصلا قيمته الغذائيه عاليه جدا، بيساعد على تنشيط الكبد ويعالج الكبد ويخليه طبعا عمره الافتراضي اطول كتير. معانا فراوله وموسم الفراوله الجميله وبشاير الفراوله من خير ارضنا، هنعملها النهارده مع الكسكسي. انا مش بحبها، بحب دايما احط عليها سكر عشان اكلها، فراوله لوحدها كده لا، فالفراوله غنيه بفيتامين سي. هعملها النهارده بطريقه جديده مع القرفه والكسكسي بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، بالتاكيد في تركايه لطيفه وجميله. هستاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لريش كندوز هنعملها بالوايت صوص مع البطاطس، معانا فراوله من خير ارضنا هنعملها مع الكسكسي، معانا طبق صيامي جامد جدا اللي هو الخرشوف القلب، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شويه كسكسي من ست طيبه، بشوفها دايما على باب مزبيرو من بره، بصراحه بصب عليها، ست زي امي كده، فكرني بالزمن الجميل. صباح الخير يا شيف، تعمل لنا النهارده؟ جيت فاجئها، قلت لها هعمل كسكسي يا حاجه النهارده، قال لي تاخد مني الكسكسي ده ومش هاخد فلوس، بتحبني اعمل ايه بقى؟ فجبته ببلاش بالحب يعني. معانا كسكسي طبعا صنع الايادي الامهات، في منه طبعا في السوبر ماركت اللي هو بيجي جاهز حبيبات، موجود معانا. ومعانا فراوله، فراوله دافعين فلوسها، فراوله بلدي بشايرها زي الفل، لسه البشاير بتاعتها لطيفه وجميله، بس شويه فيها حموضه، انا مش بحب اكلها كده، احط عليها سكر واكلها، بتبقى لطيفه. نعملها النهارده مع القرفه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه فكره عمل الكسكسي بالفراوله. الكسكسي احنا محددين اقامته، بناكله بشويه حليب سخنين، ممكن ناكله مع سكر بودر، بناكله مع زبيب، انما ان احنا ناكله بالفراوله ده الجديد. معانا فراوله ومعانا كسكسي ومعانا قرفه ناعمه ومعانا زبده. حلو الكلام؟ تعالوا شوف نعمله مع بعض ازاي، والريش اللي هي الكوستاليتا او الريش الكندوز في قلب الفرن بتستوي. مخرجنا الجميل يقول لي كلمه حلوه افرجوا عليها، ما قاليش كلمه حلوه مش هفتح الفرن. ومعانا طاجن خرشوف على النار بيغلي. حلو الكلام؟ عايز تشوف ايه فيهم بالظبط قول لي قبل ما اخش في الفراوله. اهو حاضر، لا انا شلت الغطا، اهو ده الخرشوف صيامي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ اهو ده صيامي معمول بزيت الزيتون، التومه الحلوه، البصله اللي خدمت عليها بالزعتر والروزماري، خدت التوابل، نزلت بالخرشوف. الخرشوف له طعم مميز بالشكل الجميل الحلو ده كده، اغطيها واسيبها على النار. حلو كده، حل على النار شديده الحراره. حلو قوي. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط في الحله دي شويه ميه سخنين، حلوة أهو، كمان كمان كمان، بس خلاص. بنحط على المية دي يا عم الشيف شوية زبدة، خلي بالك هنا بقى لازم يكون مفيش بصل وتوم حواليك علشان الحلو ده مينفعش يكرف. بنحط يا عم الشيف زبدة مع معلقة سمنة حلوة كده، جايبة لك حماتك وهي جاية تزورك. الست الطيبة بتخشش بإيدها فاضية، أنت كمان طلعي اللي في الفريزر عندك واعمله لها. عندك شوية ريش زي اللي أنا طلعتهم دول. آه. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ حلوة أوي. بحط قرفة ناعمة. أنا بحضر للكسكسي دلوقتي. بتاع الست الطيبة أهو. كسكسي نوعين. بيسموه طبعًا في الخليج
المفتول في الريف المصري والصعيد المصري. يعني انا طلعت من كفر الشيخ كان اسمه المبروم، حلو الكلام، فاكرينه ده بيتعمل مع الذكر البط اللي يتزغط طول الشهر. اه تضحكوا، اه ده لازم تعرفوا انا من الطينه الطيبه مصر، خلي بالكم. اه نقلب كده، اه ميه بتغلى على النار، حطيت فيها زبده، حطيت فيها سمنه، قلبت بالشكل ده كده اهو، قرفه ناعمه زي ما انا شغال كده اهو، حلو قوي. اصبحت انا بشم دلوقتي، شم ريحه القرفه لطيفه وجميله. معانا الكسكسي اهو، تعالى يا غالي. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. نقلب دول كده اهو، حلو قوي زي ما انا شغال كده. عدي تاني على النار شويه ميه بيغلوا في قلب الكسرولة الصغيره دي. الفراوله بقى نخش على الفراوله بيهم. اه نقلب دول الاول كده ونغطيهم ونسيبهم على نار هاديه. خلي بالك الاسباتيولا اللي في ايدك دي ما تكونش دخلت على بصل وتوم، او استخدمتيها اغسلها كويس عشان ما يكرفش معاكي بصل وتوم. عايز اقول حاجه وانا شغال، عايزك تستفيدي من انا ازاي تفاصيل الحلقه وخط سير الحلقه بيبدا ازاي. دايما الاستاذه رحاب تقول لي هتبدا بايه الاول، مخرجنا الجميل هتبدا بايه الاول. طبيعي لازم ابدا بالحاجه اللي بتاخد وقت كبير، الكوستاليتا او الريش عايزه وقت كبير من السوى. بدات بيها الحلقه، دخلتها الفرن، خلاص انا كده بريح راسي من ناحيتها ومطمئن. عندي الخرشوف على النار بيغلي بيناديلي عايز اغرفه، ومعايا الكسكسي كده بدلعه على النار بالقرفه بالزبده بالسمنه بشويه الميه الحلوين زي الفل. شايف الكسكسي اهو، هنغطيه ونسيبه على نار هاديه زي الفل يا عم الشيف. اهو خد لون، اه عجن منك، لا بنهزر ولا ايه؟ اه زي الفل. فين الغطا؟ اه ايوه ده حلو يا مشاهد، الله يرضى عليك. اه هنغطيه، حلو الكلام زي الفل. نيجي للميه اللي معايا دي كده بنحط فيها زبده. ونحط على الزبده دي يا عم الشيف شويه الفراوله الحلوين بتوعنا. خلي بالك، اه بس فراوله نجيب لها سكينه نظيفه كده حلوه اهي، ونقطعها ايه نصين. الله الله اهي، وتاخد غلوه على النار مع زبده وشويه سكر حلوين، معلقه نشا محترمه عشان تديني الصوص بتاع الفراوله اللطيف الجميل. ونشوف ازاي هنغرف طبق الكسكسي بالفراوله. طبق حلو سهل، تقدر البنوته الحلوه حبيبه ماما تخش المطبخ تعمله. خلي بالك الحاجات السهله دي نعلم ولادنا عليها، الكب كيك، الحلويات البسيطه اللي مش فيهاش مجهود يعني. اه الفراوله لو صغيره مش لازم تقطعيها. الفراوله البلدي، تعرفي الفراوله البلدي مش من البلد ازاي؟ البلدي بتبقى صغيره بالشكل ده كده، بيبقى قلبها احمر، شايفه زي اللي معايا دي كده اهي. ناخد الفراوله اللي قطعناها دي يا عم الشيف، تنزل مع الزبده والسائل. اه حلو قوي، تاخد غلوه كده تبقى طريه، بوريه بوريه بوريه. اه حلو، هنجيب معلقه نشا صغيره مع قليل من الماء وعصره ليمونه حلوه، وننزل بيهم على الفراوله كده. ان احنا بنعمل ايه؟ صوص فراوله لطيف. المضرب بتاعك ما يكونش فيه بصل ولا توم. اللهم صل على، حاضر يا غالي هوريك الريش دلوقتي، حاضر هنشوف الانتاج الحلو بتاعنا دلوقتي زي الفل. الله كفايه يدوب دول كده، دول على فين؟ على فين؟ هنا. ونسيبهم على النار يغلوا، ونشيل الحاجه دي من هنا عشان نوسع للريش بتاعتنا هنطلعها. هنحط الفراوله دي هنا كده، ونحط الفراوله دي هنا كده، نوزعها في القلب الحلو ده كده اللي بيهديه لكل الساده المشاهدين حبايبي. اه وزعت انا فراوله هنا حيه. يعني ايه حيه يا شيف؟ يعني هنشوف شكلها الحلو ده كده بعد ما نغرف بالشكل ده كده، ونحط واحده في النص كمان وواحده في النص كمان. اه زي الفل،
ونشوف القوام بتاعنا اخباره ايه. الله تعالى يا حلو، شفت الفراوله دي؟ بص على الفراوله بالله عليك يا شفيق، شوف الفراوله. انا عارف ان انا انت عامل زي كده، انا مش بحبها، انا احب اكلها كده، احب اكلها كده اهو بالشكل الكريمي ده كده اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي اهو؟ سيبها على النار. معانا وقت قد ايه؟ دي عايز لها شويه على النار للامانه يعني. هنحط عصره ليمون. الله الله عليك وعلى والديك، عصره ليمون عشان اعمل عمليه توازن مع حموضه الفراوله وعصير الليمون. هو ده شويه السكر. الله حفنه كده، حفنه من السكر. هي ايدك لو بس حطيتها في قلب الفراوله بقت سكر، طالما داخله المطبخ بحب يا اختي. والله العظيم هتخش المطبخ بحب وداخله برغبتك، الميه من ايدك شربات يا امي. الله يرضى عليك. امر. عينيا هنا. مكان ما تقولي لو قلت لي هتهلك كنترول دلوقتي اجيبها لك. عينيا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الكسكسي بتاعنا ده كده. اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلميها بقى، اهي حاجه بسيطه وسهله. هناخد بعضينا ونيجي هنا وننزل بالفراوله دي كده. فينك يا فراوله لما كنا ناكلك دول؟ ده حامض. حامض عنه يقول لا. فراوله بطعم الفانيليا ماشي. لا ده انا عايز اخد الفراوله مش عايز السائل. كنت اقول ايه يا ربي؟ نسيتني يا شفيق. الفراوله لما بتستوي شويه ويبقى فيها طعم السكر مع الفانيليا بيبقى طعمها لطيف جميل على فكره. بالشكل ده كده تمام. هنعمل ايه؟ انا هاخد الكسكسي بتاعنا ده كده. الله ينزل. يا سلام بقى لما الكسكسي يتعرف على الفراوله والبهريز بتاع الفراوله وشربات الفراوله. يغيروا من بعض. نقلب كده. لسه الحلو جاي. طب انت عايزنا اصب؟ هصب لك دلوقتي يا برنس. انا عارف. لا اصب لك حاجه تانية دلوقتي. انا عارف. انا عارف انت عايز ايه. اريك يا باشا اريك خبره السنين. كده كده اهو، واضغط كده بايديا واخد بقى البهريز اللي انت عايزه ده هنا كده اهو. يا ويلي يا ويلي، هو ده انت عايز كده. انا عارف. حاجه كده شبه التشيز كيك يعني، واخد بالك؟ العب. لسه الحلو جاي. اصبري على رزقك يا ست الكل. ناخد شويه بسكوسه كده. اديني شويه في طبق. كتر صوص الفراوله. وانا شغال كده تبقي رايقه وفايقه، فنجان القهوه بتاعك لو بتشربي قهوه، كوبايه الشاي بالنعناع بتاعتك معايا تحتنا اهي، ممنوع ان انا اطلعها على الكاونتر بتاعي. لازم تعرفوا الشيف بيبدا ازاي الحلقه بتاعته. مخرجنا الجميل بيعزمني دايما على قهوه اهو. شفت؟ واسيبها شويه كسكسي يشرب من الايه؟ من صوص الفراوله. بس خلونا نضغط عليها كده عشان هنقلبه ده. كسكسي بيتعرف على الفراوله وبهريز الفراوله، طعم الفانيليا، طعم القرفه. طاجن حلو، قالب حلو، شكل حلو، وبدون تكلفه، بساطه، سهوله، مرونه. نشيله زي ما هو كده. الله اكبر. ونمسك الطبق ده نروق عليه كده عشان نقلبه في الطبق ده كده ونروق الدنيا عشان مخرجنا الجميل بيحب الايه؟ الدنيا تبقى رايقه. ناخد الفراوله بتاعتنا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العب يا سمك. حركه. ثلاثه تعريفه ده عند الراجل اللي بيبيع الادوات المنزليه في اي مول تجاري بيبيع ادوات مطبخ. قلبه في منه انواع، خلي بالك، في الرخيص والغالي شويه. جيب المتوسط من مصروف البيت، ده يفتح نفسك انك تعملي حاجه جديده، خلي بالك. شيل دي كده، شيل دي كده، هو ده الكلام. تعملي قالب تشيز كيك ماشي، تعملي تورتايه حلوه ماشي، زي ما انت عايزه. العب بالصوره الحلوه بقى زي ما انت عايز. عايز تجيب الكوستاليتا ماشي، عايز تجيب الفراوله الحلوه ماشي. دلعني بالله عليك، استاهل ولا ما استاهلش؟
ايه هندلعك. ايه ده؟ ايه ده؟ دي فراوله عايزه، دي فراوله، دي مش بقدونس يا طيب. انت مش معايا من الاول ولا ايه يا شفيق؟ ضحك عليا الاستاذ احمد عوض، ده كلام؟ دي الورقه الخضراء بتاعت الفراوله، خلي بالك، اصحى. عادي عادي، انا ببقى ساعات كده برضو واقول ايه الكاميرا دي بتعمل ايه هنا، يقول لي مالكش دعوه الكاميرا دي ليها تجيبك فوكس وحاجات كده بيقولوها باصطلاحات يعني، واخد بالك؟ بس في الاخر بشوف صوره حكايه تساوي مليون معنى. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اخد الفراوله دي بقى عشان تبقى هنا كده بقى، هو ده الطاجن ده، خليه كده ولا خليه للخلف عشان في حاجه تقيله هتطلع هنا. ونشيل ده كده ونوسع ليه. انا الصينيه والله عايز احطها هنا للامانه يعني، فرصه معايا الخشبه دي، طلع عليها الصينيه عشان الاستاذ ايهاب باشمهندس ايهاب ما يزعلش مني يقول لي الكوريان بتبوظه. تعالوا بقى نعمل ايه، نحط دي كده هنا اهو، خرجنا يلا بينا. جاهز؟ الله، ايه الحلاوه دي بالله عليك، تحفه فنيه ولا لا؟ دي الكوستاليتا، دي الريش اللي بنسمع عنها بنقرا عنها، حجمها كبير يا شيف مغازة، عاملها ازاي؟ عملتها لك النهارده صينيه بالبطاطس لطيفه وجميله، قدرت تستوي معايا بقدر الامكان زي الفل. عملنا مع بعض الكسكسي بطريقه جديده، عملنا طاجن الخرشوف صيام لاخواننا المسيحيين احنا مع بعض لغايه لما نفطر مع بعض، ولينا مفاجآت مع بعض ان شاء الله في الفطار كالعاده، بنعمل الديك الرومي، بنعمل البط، بنعمل كل حاجه حلوه، ده مطلوب عشان كلنا بننعم على ارض واحده اسمها ارض الوطن مصر ام الدنيا. رؤيه، فن، ابداع، كل يوم بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.